أحيا الزائرون وأهالي قضاء بلد جنوب صلاح الدين مراسيم الأيام العشرة من شهر محرم، فيما قامت الجهات المختصة بتأمين الأجواء الأمنية والصحية مع ظروف كورونا. الزميل عبد الجبار مهدي والتقرير التالي. جموع المؤمنين يحيون الأيام العشر من شهر محرم الحرام في مدينة بلد، حيث العادات والتقاليد والطقوس الدينية التي اعتاد عليها البلداويون كل عام، ومواساتهم لسيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام وأخيه أبي الفضل العباس. سنويا نقوم بإحياء هذه الشعائر بموكب الزنجيل يوم السابع المتوارث عن آبائنا وأجدادنا، هو يوم السابع والثامن والتاسع، ويوم العاشر صباحا إن شاء الله هناك موكب تطبير، وعندنا مراسيم أخرى من اليوم الأول محاضرة دينية داخل الحسينية، وهناك رواديد وافدين على مدينة بلد من خارج بلد، ورواديد من أهالي بلد وشعراء من أهالي بلد، ونحن إن شاء الله مستعدين ومواظبين على هذه الخدمة. نعزي العالم الإسلامي في بهذا المصاب الجلل وفي هذه الأيام المباركة، أيام ذكرى شهر عاشوراء وأيام ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام. نرفع أسماء آيات التعازي إلى مولانا صاحب العصر والزمان وإلى مراجعنا العظام وإلى الأمة الإسلامية جمعاء بهذا المصاب، ونسأل الله أن يثبتنا على خطى الحسين وأن نبقى على هذه العادات والتقاليد في أيام شهر عاشوراء المبارك. البواكب جميعا في مدينة بلد تقدم الطعام والشراب لكل المعزين، وتقوم بالتعازي الحسينية من المحاضرات الدينية ومجالس العزاء في الحسينية ومجالس العزاء من خلال المواكب التي تجوب شوارع المدينة. الكوادر الصحية المتواجدة من جانبها أكدت استمرار بالإجراءات الوقائية والصحية، منها لبس الكفوف والكمامات والتعفير والحث على التباعد الاجتماعي من أجل سلامة الزائرين المعزين لإحياء ليالي عاشوراء. هذا العام يعني أجريت الموافقات لإحياء العشرة الأولى من محرم تحت إجراءات وقائية واحترازات كبيرة من وزارة الصحة. هنا في صلاح الدين نجد أنه هنالك إجراءات وقائية تعليمية من قبل دائرة صحة قضاء بلد، توزيع الكمامات أيضا في الحسينيات، التعقيم، كل هذه الإجراءات من أجل سلامة المواطن، ونجد أنه أغلب الناس هم متخذين الإجراءات، خصوصا بعد يعني حملة لقاحات كبيرة شهدتها مدن هذه قضاء بلد والدجيل وغيرها التي تحيي العشر الأولى من محرم الحرام. آلاف المؤمنين يحيون العشر الأولى من شهر محرم الحرام وسط إجراءات أمنية وصحية مشددة. من قضاء بلد عبد الجبار مهدي، قناة صلاح الدين الفضائية.